ننتقل مباشرة إلى سوهاج، ومعنا من هناك الزميل عوض الغنام. عوض، ما هو المشهد في الساعة الأخيرة، الساعة والنصف الأخيرة قبل غلق الصناديق؟ نعم دينا خالص التحية، المشهد هنا في سوهاج عموما ربما في تباين نسبي، بمعنى أدق بأن عدد الإقبال على القرى وعلى الريف ملحوظ للغاية، الأرقام تتحدث عن ذلك، المشاهدات تتحدث عن ذلك، منظمات المجتمعية، المتابعون للعملية الانتخابية والصحفيون المحليون والإعلاميون يتحدثون على أن هناك فروق ليست جذرية وليست كبيرة ولكنها نسبية بشكل قليل. وطبعا تعرفين دينا بطبيعة الريف والقرى والتأثيرات القبلية والعائلية، وإن كانت غير مؤثرة على الإطلاق لسبب جوهري بأن الدوائر واسعة للغاية، لا يملك أي مرشح أن يكون لديه القدرة في التواجد في محيط الدائرة، فبالتالي اللعب هنا على أو البطل هنا في المشهد هو البرنامج الانتخابي. من يملك برنامجا انتخابيا قويا مرتبط بهموم الناس ومشاكلهم على أرض الواقع يكون لديه حضور قوي. سوهاج هي من أكثر المحافظات التي بها قرى شديدة الفقر، وكذلك جارتيها أسيوط والمنيا، فبالتالي الأمر مهم للغاية، الناس لديها تطلع كبير تراهن على البرلمان. صحيح أن البرلمان هو دوره بالتشريعي بشكل كبير، لكن ما زال جزء من ثقافتنا السياسية أن النائب يرونه نائب خدمات، لكن نحن في الطريق لتغيير هذه الصورة الذهنية فيه، وربما يكون هذا نقاش مع ضيفك الكريم. المعلومات اللوجستية هنا حول المشهد الانتخابي في سوهاج هي تتمثل في الآتي: لدينا 3 ملايين في سوهاج، هذه الأرقام الكبيرة أعطت لهذه المحافظة ذات الثقة السكاني الأضخم والأهم في وسط الصعيد 27 مقعدا، 13 بالقائمة وقد نجحوا بالفعل وأصبحوا نوابا. نعم. لدينا 14 نائب، سيتحدد مصيرهم بعد نحو ساعة من الآن. الخدمات اللوجستية قدمت على أفضل ما يكون من قبل كل الجهات التنفيذية للدولة، هذا واجب الدولة تجاه الشعب واتجاه الناخبون. المسافة واحدة من كل المرشحون حسب القرار أو حسب البيان الصادر من غرفة المتابعة هنا في المحافظة، والتي لم ترصد ما ينخ عملية التصويت على مدار الساعة في هنا في سوهاج. على كل حال بعد قليل سنكون معكم نتابع عملية التصويت، وبالمناسبة دينا وبها أختم معك، مع نهاية هذا اليوم عملية التصويت نكون لدينا نحو 80% من الشكل النهائي للبرلمان، الأرقام تتحدث عن ذلك. في المرحلة الأولى كما تعلمين لدينا 284 بالنسبة للقائمة، أضيف إليهم 31 من الذين نجحوا ب 50+1 بالنسبة للجولة الأولى، وتقريبا نحو 40 أو 41 بالنسبة للجولة الثانية. اليوم سيكون قد قفزنا نحو تشكيل نحو 80% من شكل البرلمان 2020 الذي سيحمل مسؤولية تشريعية مهمة تحتاجها الدولة. نعم. المصرية في مستقبل قادم أروع إن شاء الله. عودة لك دي. شكرا جزيلا الزميل عوض الغنام من سوهاج، وأشكر كل الزملاء المتواجدين على الأرض وينقلون لنا الصورة أولا بأول، أيمن عماد من الوادي الجديد، كريم رجب من المنيا، ومحمد محروس من الأقصر. شكرا جزيلا لكم.